رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وزي ما قلنا النهاردة في بداية الحلقة عندنا فقرة خاصة هنتكلم فيها عن السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا ان في يعني 5 سنين اللي فاتوا بالتحديد طبعا استخدامها زاد بشكل ملحوظ بشكل كبير جدا، وزي ما سمعنا ان ليها اثار ايجابيه واكيد كلنا لاحظنا ده على حياتنا، ولكن كمان ليها اثار سلبيه. النهارده هنتكلم على السوشيال ميديا وتاثيرها على حياتنا الاجتماعيه مع ضيفي دكتور اشرف مصطفى، مدرس بقسم الاعلام وثقافه الاطفال وتعديل السلوك. صباح الخير. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني نبتدي بالاهم، ايه تاثير السوشيال ميديا على حياتنا الاجتماعيه؟ والله في البدايه السوشيال ميديا طبعا نعتبرها سلاح ذو حدين، منها الحاجات اللي هي البوزيتيف ومنها الحاجات النيجاتيف. الحاجات البوزيتيف طبعا عارفينها كلنا، اللي احنا ممكن نعرف الاخبار من حوالينا، نعرف الاخبار المعاشه حوالينا، نعرف اخبار اصدقائنا، اخبار الاصدقاء عن طريقها برضو بنعرف كل جديد على الساحه الاعلاميه وقد ايه احنا وصلنا لتطور او وصلنا لانجازات. اما بالنسبه لسلبياتها فانا اخشى على جمهوري المستمع ان هي طبعا يعني من دراساتنا المتواضعه في هذا المجال ان لقيت بعض الاشياء من السوشيال ميديا سواء الفيسبوك او تويتر او الواتساب او عندنا اليوتيوب واخره يوتيوب، الحاجات دي كلها لها تأثير كبير جدا على العلاقات الأسرية، خاصة يعني للأسف يعني سفني اللي أنا أقول في برنامج النهاردة إنها تساعد على التفكك الأسري، لأن في دراسات كتيرة اتعملت في الولايات المتحدة الأمريكية وجد إن بنسبة 66% من مستخدمي الفيسبوك أدوا إلى نسبة الطلاق، وطبعا على مستوى الدول في 45 دولة وصلت لنسبة الطلاق بسبب استخدام الفيسبوك وطبعا والخيانة الزوجية إلى آخره، وده بيبقاش على الزوج فقط، بيبقى على الزوجة الطرفين. كمان طرفين طبعا، بيساعد على التشتت الأسري والتشتت العائلي خلال استخدامه للفيسبوك، بيصبح مثلا حاجات الاجتماعي نقدر نقول عليها ان هو بدأ ينطوي انعزل على ذاته، لان ليها تأثير سلبي على الشخص نفسه وليها تأثير على الأشخاص اللي حواليه. لو على التأثير الشخص نفسه بيبقى يعني في انطواء ذاتي، في حاجة ذاتية، في عزلة اجتماعية عن الآخرين، ده بالناحية الناحية الشخصية، وممكن تخليه ينسى حاجاته الشخصية، ان هو عايز كان وراه مشوار، كان وراه مثلا محاضرة يحضر لها، زي ما بيحصل معانا اللي هو تبتدي على طب انا هتشك كده 3 دقايق وتلاقي نص اليوم راح، قعد نص ساعة او ساعة، لان الحاجات دي بتبقى جذابة جدا، لان بيعتمد على الصوت والصورة والمؤثرات الصوتية، ويبقى عايش فيها الواقع الافتراضي بعيدا عن الواقع اللي هو المعاش، من صعوبات و اشكاليات قد تقابله بالنظر لصعوبه الحياه وظروفها، بالتالي هو بيلجا دايما للواقع الافتراضي. الواقع الافتراضي طبعا بيقضيه بوقت كبير جدا قدام السوشيال ميديا، طبعا بيشعر بذاته، بيشعر بكل اللي هو المتنفس اللي هو مش قادر يعمله في الواقع، بيشعر بيه في اتصالاته على وسائل الاتصال الحديثه. دوت بالنسبه للمخاطر بتاعته على المستوى الشخصي. المستوى الاجتماعي طبعا بيبدا في حاله عزله عن الاصدقاء الاسره او العائله، اللي هو بيقضي اوقات طويله في حوالين جدران البيت في او في اوضه مغلقه قدام الحاسوب بتاعه، منهمك في الحاسب او الموبايل الشخصي بتاعه، وده طبعا بيأثر على المستوى الصحي طبعا، وبيأثر على المستوى الاجتماعي طبعا، لان طبعا تعرفين شبابنا كتير، احنا هدخل الانترنت، هدخل مش عارف ايه، هزود الباقة الى اخره، ده برضو بياخذ من المستوى الاقتصادي او المستوى المادي للفرد نفسه، مكلف في الاخر. طبعا يعني لانه بيبقى شغوف جدا ان يبقى التحميل اقصر، يبقى مش عارف، فبالتالي بيبدا يزود الباقات او بيزود السرعه بتاعه الانترنت. بالنسبه طبعا للتفكك الاسري اصبحت ان في هناك دراسات تشير الى هناك خطوره في التعامل مع السوشيال ميديا بنسب كبيره، يعني انا زي ما ليها خطوره هي برضو استخدامها زي ما قلت وذكرت في الاول ان استخدامها بنسب قليله ده ايجابي، ده شيء بوزيتيف ما فيهاش ادنى اشكاليه، ولكن استخدامه لمده طويله واستخدامه لفترات متعدده في اليوم بطريقه مفرطه يعني بطريقه يعني طب بس عشان نقدر نعرف كمان اللي بيتابعونا دلوقتي، لما اجي اقول انه استخدام مدد طويله مقارنه بايه المفروض، ايه في افريج مثلا معين؟ لا هو احنا لو حطينا نفسنا هو اولا قبل ما اخش على السوشيال ميديا لازم اسال نفسي انا هدفي ايه من الدخول على السوشيال ميديا، او انا داخل لهدف معين، هجمع هعرف معلومه، هبدا اتصل مثلا بالاصدقاء، ايه الهدف من اتصالي بالاصدقاء؟ لابد ان يكون في هدف، مش اي صديق، لان احنا دلوقتي اصبحنا ان احنا بنعمل اصدقاء جديده ممكن يكاد نكون ما نعرفهمش. واصبحت وسائل الاعلام اللي السوشيال ميديا دي يعني زي ما بنقول بتقرب البعيد وتبعد القريب. يعني خلتنا دايما نتصل بالاخرين اللي هم البعاد عننا، وفي نفس الوقت خلتنا نبعد عن اللي حوالينا او القريبين.
فده طبعا المفروض يكون ليها موعد محدد، مثلا نفترض مثلا فتره مسائيه بحيث يبقى عارف اخبار اليوم او مرجع من الشغل يقعد نص ساعه كفايه مثلا عشان صحته. يعني انا اقول امتى الشخص الفلاني مدمن سوشيال ميديا؟ وقت ما نلاقيه مثلا هو سايق السياره بتاعته، الموبايل مفتوح على الانترنت، يروح الشغل على اللابتوب بتاعه، يروح البيت يبعد خالص عن اسرته وقاعد في حجره أو حجرته الخاصه قاعد على الكمبيوتر، فبالتالي اعتقد اصبح الكمبيوتر ده يعني ونيسه الثاني او ونيسه الشخص. ده نقول مثلا 70% من مستخدمي السوشيال ميديا هو بيعملوا دلوقتي الفتره طبعا نسبه كبيره جدا 70% او اكثر بيستخدموا السوشيال ميديا بطريقه مفرطه، وانا يعني بقول لهم استخدموها اوكي مفيش مشكله، بس حاولوا ان انتم تاخدوا ايجابياتها اكثر من سلبياتها، لان طبعا حالات زي بذكر ثاني الحالات اللي ادت لنسب الطلاق ان اصبح الزوج او الشاب اللي بيقعد على فيسبوك دوت قاعد بعيدا عن اسرته، ولو متزوج بكلم عن متزوجين بيبقى بعيد عن اسرته، مش عارف اولاده اخبارهم ايه، منشغل عنهم طبعا، وهم يعني طبعا الاولاد بيبصوا كده بيبدا طبعا يحصل تفكك اسري، يبدا يحصل اشكاليات كبيره طبعا، الابناء يصبح الطفل نفسه يعني الناحيه العاطفيه طبعا محروم من والده اللي بيقعد يتحاور معاه، يحصل اشكاليات ان هو بعد ممكن يخش في الادمان، وطبعا هيبدا يتجه لحاجات بعيده لان مفيش اقبال او في متابعه من الاولياء الامور على الابن دوت او الابناء. طبعا احنا عندنا اشكاليه كبيره في نسب الخيانه الزوجيه على فانا بركز جدا على الاشكاليات، لان الاشكاليات هتحاول بالتالي لما نعرفها تظهر ان شاء الله باذن الله الناحيه الايجابيه ونبعد عنها بشكل مباشر او غير مباشر. الخيانه الزوجيه طبعا الناس بتسمع كلمه خيانه زوجيه يبقى ينظروا الى الرجل اللي هو يعني هو المتسبب في الخيانه الزوجيه، لا برضه احنا قلنا ان هم الطرفين في الحاله اللي زي دي. حضرتك يعني كمان اتكلمت على نقط كثيره جدا اللي يسمعها ممكن ياخدها من منطلق انها ايجابيات ومن منطلق ان هي سلبيات. نعم. زي مثلا ما كلمت على إعادة التواصل مرة تانية مع أهل أو صحاب يمكن فقدت الصلة بيهم مدة طويلة جدا، وفي نعم. نفس الوقت هيبعدوك عن المحيطين بيك اللي موجودين بشكل دائم نعم. حواليك. طيب لو احنا عندنا إيجابيات وسلبيات عايزين يعني نروتهم، إزاي ممكن ان احنا نتحكم فيها بشكل كافي تخلينا ما نتعرضش للسلبيات وناخد كل إيجابية؟ والله عن طريق الملاحظات الجميلة اللي أنا بقولها وأشرحها لحضرتك، إن حضرتك دلوقتي مثلا عايز يعني أول حاجة التوقيت أو الوقت اللي بنقضيه على نفسك وقت. رقم اتنين الهدف من دخولك على الإنترنت، حدد هدفك كويس، مش يعني دخول مفرط أو بشكل غير يعني نقدر نقول عليه غير طبيعي، لان هو في يحصل في عمليات ادمان يعني زي ما في ادمان المخدرات او الى اخره، في ادمان للفيسبوك والانترنت وسائل الانترنت، فلابد ان احنا نوجهه ان انت تستخدم الوسائل دي ازاي، الايجابيه بتاعتها ازاي، التوقيت، هدفك من دخولك على الوسائل دي ايه، انت يا ترى يعني عايز تقرب الاصدقاء او افراد العائله او الاصدقاء المسافرين في الخارج، انت هدفك ان تطمئن عليهم، تتمنى صحتهم، دي كلها اشياء مش حميده، مش لازم اعيش معاهم لحظه بلحظه. بالظبط، لان احنا دلوقتي اصبح اليوتيوب والصور والفيسبوك كل حاجه على طول دايما احنا بننزلها اول باول، فطبعا دي في خصوصيه للفرد، فاحنا نحط الشكل او نستخدم الوسيله باستخدام مزاياها، بنبعد شويه عن سلبياتها، لان احنا عمالين ننزل صور مثلا يكاد تكون مثلا شخصيه قوي شخصيه الشخصيه، فيعني بتبقى ما ينفعش على وسائل الاعلام، لان في جرائم بنسمعها في وسائل الاعلام كثيره، لابد ان نكون حذرين من هذه الجرائم وناخد وضع يعني الحذر، واخد بال حضرتك، الحذر في التعامل في مع هذه الوسائل الحديثه. البعض يعني او لو اتكلمنا بوجه الخصوص رواد السوشيال ميديا اللي موجودين في الوطن العربي بيتكلموا على انه اديتهم في الفترة اللي فاتت مساحة انهم يقدروا يعبروا عن رأيهم بشكل صريح اكتر وبشكل افضل. نعم. طب ده من الناحية النفسية بقى، لو يعني تخصص حضرتك يعني المفروض ان دي تكون بص هو حضرتك شيء ايجابي بالنسبة لهم. هو ده طبعا ايجابي، وفي نفس الوقت يمكن الثورات اللي حصلت دي بدايتها كانت عن طريق ثورة نسميها ثورة الفيسبوك اللي هو تجميع الشباب عبر فيز المتنفس اللي هم عرضوا او اتكلموا فيه عن الفيسبوك سواء بالخطأ او بالسلب او بالخطا او بالايجاب. حضرتك دوت طبعا احنا يعني الرواد في متنفس ليهم وفي اللي احنا نقدر نقول راينا والراي الشخصي والكلام ده كله، ولكن برضو تحت المسؤوليه يعني تحت خط المسؤوليه، الوسائل دي مفتوحه نعبر عن شخصنا نعبر عن راينا بس تحت خط مسؤوليه، المفروض ان انا يعني استخدم الوسيله بايجابياتها مش سلبياتها، المفروض ان انا اطلع اتكلم في كل شيء يكاد يكون لا يعني منعه افضل في هذه الوسائل، ما ينفعش ان انا افتح موضوع مثلا
يثير البلبله او لا اتكلم في حاجات معينه وتبقى تحت مسؤوليه اجتماعيه. وده اللي انا امله من يعني ان شاء الله باذن الله وسائل المراقبه على وسائل الانترنت والفيسبوك والى اخره، لان احنا زي ما انتم شايفين دلوقتي يعني كل حاجه بقت مفتوحه قدامنا، كل العالم بقى اصبح قريه صغيره، مش قريه دلوقتي بقى اصبح حجره صغيره كلنا متجمعين فيها بنعرف طقوس وعادات بعض، فلا بد ان زي ما ليها ايجابيات برضو نحترم تقاليدنا وعاداتنا وسلوكياتنا. وخصوصا الفتره اللي فاتت شفنا ان انت ممكن تسيطر على عقول ملايين فقط عن طريق السوشيال ميديا. طبعا عايز اسال حضرتك برضو، عشان احنا دلوقتي اتكلمنا على الثوره وبدايه الثورات عموما اللي كان طبعا السوشيال ميديا لي يعني ليها يعني قامت بالواجب فيها يعني بشكل كبير جدا، خليني برضو اسالك هي ظاهره وهتنتهي ولا ممكن يكون استخدامنا دلوقتي ليها عالي جدا ومع الوقت ممكن ننشغل بشيء تاني جديد؟ لا، هو دلوقتي طبعا كل يوم في جديد وكل يوم بيطلع برامج اخرى، انستجرام ديت حاجه جديده برضو، تطبيق جديد ده طلع اللي هو عباره عن انت تصوري الصور فوتوغراف اي مكان، التطبيق دوت يظهر الصور في الوقت واللحظه او التو. هنستخدمها بس هنستخدمها تحت توجيهات ورعايه المسؤولين امثالي وامثال اخرين من اصدقائي الاعزاء، اللي احنا بنوعي شبابنا واخواتنا وجمهورنا اللي احنا قد ايه ممكن نستفاد من الوسيله ديت وقد ايه نبعد عن ضررها. طالما هي اثبتت ايجابيات فنستخدم ايجابياتها، وانا باكد دايما على كلمه ايجابيات، لان احنا اي حاجه في الدنيا زي ما ذكرت في البدايه ان سلاح ذو حدين، لها مزايا ولها عيوب، فالبعد عن العيوب والقرب من المزايا هو ده نجاح الوسيله او نجاح الوصول للسوشيال ميدز بطريقه صحيح. أثرها الإيجابية والسلبية زي بعض ولا ممكن نقول إن في أثر؟ لا، أنا شايف في الوقت الحالي إن يعني يكاد يكون أثرها السلبية قصح، وده راجع زهرة أكتر. راجع لاستخدامنا المفرط في هذه الوسائل، استخدامنا بطريقة غير منظمة، استخدامنا بطريقة غير هادفة، يعني استخدامنا زمان بالبلد كده عمال على بطال، يعني شغال فيها منهمك بيعود على تعب للصحة، ناحية الصحية والنظر طبعا والإجهاد، وبيعود على ان انا دايما ابقى موت ممكن تؤدي للتوتر والعصبيه، حد يكلمني انا مش فاضي، لا سيبني دلوقتي، مش عارف ايه. الحاجه الثانيه برضو ممكن تؤدي على ان تجلب عنده الطاقه السلبيه، ممكن يقرا خبر سيء بالليل مثلا وفاه صديق او اي خبر سلبي بالليل يجي طبعا يؤثر عليه فتره مسائيه، خصوصا في الاحداث الكثيره اللي موجوده دلوقتي. في مرحله عمريه معينه بتتاثر بالسوشيال ميديا اكتر من المراحل الثانيه ولا على كل؟ والله هو المراحل كلها، لكن المراهقين دايما مرحله المراهقه لان اصعب مرحله او بتبقى المرحله الخطره شويه في مرحله العمر الانسان، فبالتالي بيحتاج لتوجيهات، بيحتاج لرعايه ومتابعه غير مباشره، مش لازم تكون مباشره، لان اولياء الامور دايما تلاقي والد داخل، مش لازم تكون سيطره ولكن على الاقل نوع من انواع التوجيه، يعني نوع من التوجيه ويعني ناخد الحذر بس. بشكرك جدا دكتور اشرف مصطفى مدرس بقسم الاعلام وثقافه الاطفال وتعديل السلوك، بشكرك على وجودك معانا النهارده. صباح الخير دكتور. صباح النور عليك. صباح الوقت. مشاهدينا لسه مكملين فقراتنا معاكم، في نهارك سعيد النهارده، بس بعد الفاصل اللي جاي.